بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الأعزاء، سعدنا أن نجري مقابلة مع المهندس عادل الأنصاري رئيس أكاديمية هاشتاج متسكن. ونجري هذه المقابلة في الهيد كوارتر الخاص بالأكاديمية، والذي يقع في شارع ترسة بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية. وأكاديمية هاشتاج متسكن سوف تطرح دبلوم MBA عبارة عن 4 كورسات. ويسعدنا أن نسأل رئيس الأكاديمية عن أسماء الكورسات ومدة كل كورس، وكذلك نظام الأكاديمية. وقبل أن أحول الميكروفون إلى السيد المهندس رئيس الأكاديمية، أود أن أبين نظام الـ MBA التي درس فيها ضيفنا من خلال الترانسكريبت التي بين يدي. والتابعة لأرب أكاديمي فور ساينس أند تكنولوجي، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. وكما هي أمامي وفيها أعمدة تبين، الكورس كود أو الكود للكورس، والكورس تايتل عنوان الكورس، والكريدت أورز الساعات، كذلك الجريد أي الدرجات، والبوينتس أي النقاط. وبالنسبة للكورس تايتل في السمستر الأول والذي بدأ في خريف عام 2003، بدأ الكورس في شهر 10 يوم 10 عام 2003، وانتهى في 15 من مارس عام 2004. وكان عبارة عن 4 مواد. المادة الأولى Contemporary Management، وتعني الإدارة المعاصرة. والمادة الثانية كانت Managerial Economics أو اقتصاديات إدارية. أما المادة الثالثة فكانت Organizational Behavior أو السلوك التنظيمي. والمادة الأخيرة أو الرابعة كانت Accounting and Financial Reporting أي تقارير مالية ومحاسبية. ويسعدنا أن ننقل الميكروفون لنبدأ الحوار الشيق مع ضيفنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر المهندس شريف الذي هو معنا في هذه الأكاديمية عميد القبول والتسجيل. وطبعا كما تم بيانه أن كورس الـ MBA كان بنظام سمستر، فكان بدأ بالفول 2003
ثم سبرينغ 2004، هذه سنة دراسية. ثم فول 2004 وسبرينغ 2005، وكانت الكورسات هي كما ذكر العناوين في السمستر الأول، هي أربع كورسات، وفي كل سمستر أربع كورسات، يعني 16 كورس. وكان كل كورس له كتاب، وهناك اختبار نهائي حضرناه جميعا بعد حضور الكورسات، والتي تم إعطاء درجات عليها. ثم يعني هنا في اختبارات، كان كل كورس، وكان النظام يأتي البروفيسور إلى جدة، وكنا في المساء، لأن هذه الماجستير MBA للعاملين، يعني ما هي أكاديمية، ما هي في جامعة، أقصد ما هي دراسة أكاديمية، يعني اللي متخرج عنده شهادة جامعية من 10 سنين ممكن يلتحق، أو من 15 سنة أو من 5 سنين، فهي ماجستير مهني. فلذلك في الأكاديمية التي إن شاء الله انطلاقتها ستكون هذا العام، وحددنا تقريبا بداية الكوارتر هذا النظام. الترانسكريبت دائما تسمى الاستمارة، يعني طلبة الثانوي عندهم شهادة انه تخرج من الثانوية وعندهم الترانسكريبت. الترانسكريبت هي استمارة اللي فيها المواد كلها، كل مادة كم أخذ علامة فيها، يعني البوينتس هي العلامة. طبعا في الجامعات العلامات ما هي في المئة، يعني بعض الجامعات من 5 وبعض الجامعات من 4 تقريبا في العالم كله. فكان هذا الـ MBA الكورس يعني أو العلامات من 4، يعني اللي يأخذ 4 أخذ 100%. وطبعا معروف عند الجميع الجريد اللي هو A ولا B ولا C، ومجموع الكورسات للتخرج مثلا الواحد إذا أخذ فيها مثلا 50 إلى 60 تقريبا دي مقبول، يعني وإذا أخذ من 60 لـ70 سي في المية، يعني بس هي تنحسب بالنقاط، وبعدين تعتبر 4 من 4 100%. هذه الـ A والـ B، يعني الـ A 4 الـ 3 B ممكن 3 و3 في الـ10 B بلس. طبعا هذا نظام الجامعة، يعني محطوط في نظامه، وعندك 3 و7 في الـ10 A ماينس، لأنه أنا بتكلم عن الترانسكريبت نفسها الأربع مواد اللي ذكرها المهندس شريف. طبعا نحن نأتي إلى المواد في أكاديمية هاشتاج متسكن بشهادة الدبلوم MBA. مش لازم يكون الإنسان جامعي، لأن هي مدخل للماجستير للMBA، وإن شاء الله سيكون عندنا بعد سنتين
MBA. فتصير إذا كان هنا المدخل هذا يحسب في المواد، يعني ما يعيد المواد هذه. طبعا المواد أنا أرجع أقراها بس بصيغة أخرى بالإنجليزي. فكونتمبرري كثير ناس ما يعرفوا معناها، فنختار لها كارنت. كارنت كلمة مشهورة يعني الإدارة الحالية. طبعا هذا لسبب، لأنه كلمة المعاصرة يعني صعبة بالإنجليزي وبالعربي أيضا، معاصرة مو زي الحالية يعني أبسط الإدارة الحالية. طبعا نحن بدأ الكورس في 2023 إن شاء الله حيبدأ، وممكن يبدأ بنظام الكوارتر. الفرق بين الكوارتر والسمستر، تقريبا السمستر دائما 2 سمستر عند الجامعات كلها في السنة، وفي ممكن صيف. الكوارتر هي 4 كوارترات، يعني الصيف يقدر الثاني حيكون 10 أسابيع، أما السمستر أحياناً 14 أسبوع تقريباً دراسة يعني محاضرات. طبعاً الدبلوم هذا كله محاضرات زي الـ MBA، كله محاضرات ما في عمل. فإذاً المادة الأولى حتكون مانجمنت. كلمة مانجمنت مهم إنها ما تترجم، يعني المانجمنت الحالي أو كارنت مانجمنت. نحن نريد أن نبسط، لأن اللي التحقوا معانا من 15 سنة 35 سنة، فالترجمة مهمة. نجي لمانجيريال ايكونومكس. ايكونومكس ما نبغى نترجمه، ومانجيريال جدا عرفناها مشتقة من مانجمنت، يعني إدارة الاقتصاد زي إدارة الأموال. طبعا الاقتصاد هو المال، الاقتصاد يعني تعريفه المال، يعني إذا قلنا مال اقتصاد. وعندنا organizational behavior، هذه مادة مهمة جدا اللي هي organizational المؤسسات، يعني الشركات اللي يشار إليها بentity، يعني الشركات اللي عندها سجل تجاري، سواء هي شركة ربحية غير ربحية، يعني مسجلة بسجل. حتى الأكاديمية هي مسجلة بسجل، يعني لو واحد عمل أكاديمية وما عنده سجل ما هي أكاديمية، أو ما ينطبق عليها المادة دي organizational behavior. طبعا عشان نشرح المواد هذه يجب ان نشرحها في الكتالوج، يعني الانسان يروح للكود. طبعا الكود حيتحدد لكل مادة، يعني ما في مادة مثلا انت بتاخذ الكالكولس مادة فكالكولس 101 بعدين كالكولس 102، ممكن الجامعة مسميتها CAL كود، لكن مشهور كيمستري 101 كيمستري 102، هذا مشهور انه اول كيمستري ثاني كيمستري ماده فالماده الرابعه accounting and financial reporting، يعني التقارير، ريبورت تقارير. وهنا ريبورت كلمه سهله، ريبورتنج
كيف أنت تقدم تقارير للإدارة أو للشركة اللي أنت فيها. وأكاونتنج المحاسبة يعني الحساب اليومي. يعني في المحاسبة معروفة اللي هي اليومية وبعدين تقفل ربع السنة ولا تقفل نهاية السنة اللي هي ترصد الترانزاكشن. ترانزاكشن البيع والشراء. And financial. الفاينانشال هنا مقصود به التمويل. يعني خطة التمويل. يعني فاتورة الرواتب. فيستلم الراتب. يعني ممكن فاتورة الرواتب تكون 100,000. لكن الربح حق الشهر هذا يكون 20,000. فال80,000 هذه 100,000 أصلا ممول. فهنا أعطيت نبذة أنا عن الأربع كورسات اللي هي مدخل دبلوم MBA. طبعا الشيء الجديد إنه الماجستير MBA تسمى ماجستير مهني. دبلوم MBA يسمى ميني MBA يعني مصغر. نحن سميناه دبلوم لأنه كلمة دبلوم مشهورة. يعني لو أنت عندك ثانوي صار عندك دبلوم. يعني الواحد لما يروح يعمل يقول عندي دبلوم MBA يعني في الإدارة. فممكن واحد على رأس العمل يعني عنده خبرة وعنده شهادة. هذا الفرق بين الـ MBA. لكن الماجستير إدارة ممكن يكون هو أخذ بكالوريوس إدارة وكمل وعنده خبرة يمكن في الجامعة بس مو في السوق أو في مجالات أخرى. أنا كده يعني وضحت شيء عن الكتالوج. الكتالوج كله يدور حول الترانسكريبت. فعندنا نحن طبعا تكلمنا عن الكوارتر. فكل كوارتر 10 أسابيع. يعني عندنا 40 أسبوع مع انه السنة 50 أسبوع. فإذا في شهرين إجازة أو 10 أسابيع إجازة للعاملين في الأكاديمية. ولكن الكتالوج يبين للملتحق تفاصيل كل مادة. المادة بعد ما ينتهي منها هو أصبح أخذ إيش أو تأهل لإيش. طبعا علامات مهمة. الحضور مهم. طبعا هو الدبلوم حيكون عن بعد وممكن الاختبار لازم يكون موجود. يعني كل 10 أسابيع لازم يجي للاختبار. فحيكون فيه التقييم موجود في الاختبار وفي لجنة تقيمه. وأهم شيء إنه حيكون معانا لكل شخص مشروع. يعني يختار مشروعه ممكن من أول أسبوع أو ثاني أسبوع يتم. يعني في الأسبوعين الأولى في المادة الأولى اللي هي إيش سميناها الإدارة الحالية. وهنا ألفت النظر الإدارة علومها اختلف بعد حادثة الكورونا وأصبح السياسات
استراتيجيات الشركات وخطط اللي يسموها بزنس بلان تغيرت، وأصبح أيضا العمل عن بعد. يعني الشركات اللي كانت لما جاءت الكورونا كانت في العمل عن بعد ما خسرت، يعني يتصل يعني بالاتصال. فهنا طبعا في كورس مهم شامل اسمه انترنت اوف ثينجز، وهذا الان الكورس كيف نستغل الانترنت، يسمى انترنت، يترجم انترنت الاشياء وهذا كثير ناس الان يحتاجوا يتعلموا، وهو أداة Internet of Things، أداة يعني كيف أنا أستغل هذه الأداة وأفهمها حتى أقدر أسوق وتتم عملية المبيعات أو عملية البيع. طبعا في خطة النظام إنشاء كتالوج للجامعة أو للأكاديمية أو للدبلوم. الكتالوج حيكون صوتي ومتاح، يعني حيكون متاح الكتالوج لشرح جميع المواد وجميع المحاضرات. يعني حتكون طبعا المحاضرات عندما يشترك الإنسان ويحضر مباشر، حيكون بث مباشر على قناة التليجرام. I'd love to help but you'll need to update Windows first. الأكاديمية الاتصال بها عن طريق ملف الطالب، يعني المشترك، يعني كل طالب يكون له ملف خاص به. نبغى نتكلم عن تقريبا تسعير الاشتراك والتسجيل. طبعا نحن بنتبع الشيء الموجود، مثلا في أكاديمية السادات تعتمى MBA، فعندهم التسجيل لأي واحد خارج من مصر ب$200 يروح في الأكاديمية ما بتدرس. فالتسجيل يجب انه يتصل بالقبول والتسجيل، فللمصريين ب $500